السلام عليكم. نكمل المشروع بتاعنا. احنا وقفنا المره اللي فاتت عندك الكلاسيفيكيشن بتاع اللاعبين. ان شاء الله النهارده هنشوف ازاي نعمل بول ديتكشن للكره اللي في الملعب. هنستخدمها طبعا بتكنيك زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت بتكنيك المات تمبلت ماتشنج. اي نعم التكنيك ده مش كويس قوي، يعني بيديك اكيورسي مثلا 50% ولا 60% طبعا، عشان لان التمبلت ماتشنج بيتغير على حسب، يعني مثلا ممكن ما يجيبلكش الكرة لو حجمها اتغير، لو حجمها كبر حجمها صغير ما يجيبش. دي من احد عيوب يعني التمبلت ماتشنج. فانت ممكن تستخدم اليولو كمان، تدرب اليولو موديل بتاعك على انه يعمل مات ديتكشن للكرة اللي في الملعب عن طريق اللي هي الداتا سيت والحاجات دي. بس احنا النهارده هنستخدم التمبلت ماتشنج عشان هو اسرع شويه، اسرع بكتير من اليولو، فانا حبيت استخدم تكنيك سهل. يعني هنا بنعمل سي في 2 وبنعمل امبورت للسي في 2 والنمباي، بنعمل برضه سي في 2 دوت فيديو كابتشر عشان نجيب الفيديو بتاعنا. بعد كده بنقرا التمبلت اللي هو التمبلت الماتشنج، التمبلت اللي احنا هنعمل له ماتشنج في اي فريم هيجي لنا. انا خدتها صوره كده من الفيديو، دي الصورة بتاعت ايه بتاعت الكورة. بعد كده بنعمل وايل لو الكاب ده، يعني في فيديو كده مفيش أي أخطاء في قراية الفيديو وخلاص تمام شغال، هنقول واي كاب از اوبند. بنقرا بقى برضو كذا فريم وبنحط هنا متغير اسمه اي بيساوي صفر. ليه؟ لأن لما احنا نيجي شغلنا الفيديو كده بيبقى فيه ايه تلات أربع أو مثلا 10 ثواني كده إيه الكورة متبقاش موجودة في الملعب. ممكن أنت تشيل الخاصية، يعني أنا حاطط إن أنا إيه إن أنا أبتدي أشتغل بعد الفريم 310. ليه؟ لأن احنا لو جينا بصينا كده إيه على الفيديو بتاعنا، لو أنا كده بصينا على الفيديو أنا طبعا أنت ممكن تشيلها براحتك، بس أنا عشان مخلي شوية عشان يجيب الكورة على طول، لسه الكورة مثلا معدي أهو دلوقتي 10 ثواني ولا 15 ثانية لغاية ما الكورة تبتدي تظهر. دي أنا حسبتها قبل كده ولقيت إن دي الفريم 310. فإيه فأنت أول ما تيجي على الفريم 310 هتزود على الأي بلس واحد وتعمل إيه لو لغاية ما لو انت ما جيتش على الفريم، لو الاي دي ما بتساويش 310 زود على الاي واحد واعمل كونتينيو، يعني كنسل كل الاوامر اللي تحت دي واعمل كونتينيو للوايل لوب. لو ما وصلش لو وصل ل 310 او سواها هنقول اف، لو الريت بتساوي ترول يعني لو في فعلا فريم اتقرا هنقول هنحول الفريم ده لجري سكيل. بعد كده بنعمل له تمبلت ماتشنج مع التمبل اللي احنا عملناه. انا بستخدم هنا السكويرد ديفرنس نورم اللي هو النورماليزنج سكوير ديفرنس اللي هو الفرق تكعيب الفرق تربيع بين بين الصوره التمبلت وما بين الصوره بتاعت الاصليه. فانا لقيت ان الفانكشن دي كويسه يعني مقارنه بالفانكشنات الثانيه اللي هي السكوير ديفرنس العاديه والفانكشن الثانيه الفانكشن الثانيه دي، بس انا لقيتها دي كويسه يعني. طبعا دي الصوره البتاع دي بتطلع ان اقل سكور في الصوره هو ده مكان الكوره. فانا بقول هنا ماين بال وماكس بال، وماين لوك ماكس لوك بتساوي سي في 2 مين ماكس لوك ريس. طبعا على حسب الفانكشن اللي انت بتستخدمها، يعني في فانكشنات تانيه اعلى 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 بيكس اعلى قيمه بيكسل في الصوره هي دي البيكس اللي بيبتدي من عندها الاكس والواي. بنقول هنا توب ليفت بتساوي ماين لوك طبعا عشان السكوير ديفرنس دي بتطلع لي اقل سكور في السوق، اقل سكور للماتشنج. والبوتوم رايت بتساوي توب ليفت 0 بلس الدبليو والتوب ليفت 1 بلس الاتش. طبعا الدبليو والاتش دي اللي احنا جبناها من فوق هنا بعد ما ورينا التمبلت، قلنا تمب دوت شيب لغايه التشانلز ما تجيبش معايا التشانلز. بنقول سي في 2 دوت ريكتانجل ايمج والتوب ليفت والبوتوم رايت و0 255 100 تكنس 2. بعد كده بنعمل عرض للايمج بتاعتي. بعد كده بنقول اف سي في 2 دوت ويت كي 0، احنا بنستنى لغايه لما المستخدم يدخل قيمه. تعال كده ايه نعمل ران. انا بس الفيديو لغايه ما اخلص اهو الفيديو كبير شويه فايه فجاب ادي البول اهي. لو احنا دوسنا على اي بتاع اي حرف، طب انا عمال ادوس على الكيبورد عشان يجري في الفريمات عشان انا مخلي البارامتر بتاع الويت كي بي زيرو، فانا لازم ادوس على كل فريم عشان يعديه. عمل ديتكت للبول اهي.
نعمل كده اسك. كده خلصنا اللي هو البول ديتكشن. ان شاء الله المره الجايه بقى هنعمل نشوف ازاي نعمل بلان للحاجات دي كلها، اللعيبه بقى والكوره والحاجات دي، في البلان الصغيره دي اللي هي الملعب ال2D دي، اللي هو مش ال3 دي، لا ال2D اللي احنا شفناه المره الاول مره خالص لو تفتكروا يعني. نشوف المره الجايه ان شاء الله.